السلام عليكم احبائي ومرحبا بكم من جديد في القناة. اليوم الوصفة ديالنا هي وصفة صحية، وصفة ديال الخضروات في الفرن، روستد فيجيتابل. هاد الوصفة جد سهلة، ما كتستغرقش بزاف ديال الوقت، يعني جميع الخضروات اللي كيكون عندك في المنزل ما كتعرفي ما ديري، الوغ شنو غندير؟ تاخدي هاد الخضروات كل من الدنجال، البروكولي، الفلفلة الحمراء، البطاطا الحلوة، الخيزون، خديت هذوك البيبي كاروت، الفلفل الأحمر الحلو ماشي الحار، وكذلك عندي هنايا القرعة الخضراء. كل جميع أنواع الخضروات، ولا عندك حتى من القرعة زوكيني، القرعة الخضراء ولا القرعة الحمراء اللي كنديرو في الكسكسو، وكذلك الكابج. كان خديت هنايا ربع كاس ديال زيت الزيتون، وغادي ندير شويه الملحه والابزار لا غير، وغادي نخلطهم مزيان، وغادي نحطهم في واحد اللاطه اللي كتدخل الفرن، وغادي ندخلهم الفرن نخليهم يطيبوا على المهل. انا درتو على 250 حتى 300 درجه وخليتهم يطيبوا. كل خطره كنطلع عليهم مرة كنطلع عليهم وكنشوفهم، ما كتحتاج انني نقلبهم. وما ننساش انني درت هنايا الديل، هذا ماشي بالضروره الا كان عندك، هي ما كانش عندك يعني تستغني عنه. يعني وصفه جد 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 سهله، وبصراحه اول خطره درتها وجربتها عجبتني، وانا خديت هذه الوصفه من بينترست، قلت ربما غادي نحتاجها. وكذلك يمكن لك ترافقيها بغيب ستيم رايس، وسرتو لك كانت الوصفة كاملة صحية. شو يقولوا هذا براون رايس، الرز البني. كنتمنى ان هاد الوصفة تنال اعجابكم، وغادي تشوفوا الوصفة من بعد ما طابت في الفرن، ولقاكم ان شاء الله في حلقة ولا فيديو مقبل. عن كما قلت لكم راه ولات القناة نتاعي مشكلة، ماشي غير خاصة بالكويزين كيتشن او المطبخ، راني درت دي فيديوهات قبل على الدراسة بحكم انني عندي الاطفال كنقريهم. كما شفتوها نتوما، غنمشيو موضوع الموضوع، كما شفتوها الخضرة هاكي كتجي جد رائعة. بالتجريب عجبتني بزاف وجات لذيذة، يعني ما فيهاش وسهلة الهضم، يعني ما كتقلش على المعدة. anyway نخليكم وان شاء الله نلقاكم في فيديو مقبل، ونلقاكم ان شاء الله. وما تنساوش انكم تشاركوا في القناة وتبارتاجيو لي فيديو. مع السلامة، باي.